المحاضرة اللي فاتت؟ طيب الصوت حاضر. علي صوتي ده. طيب المحاضرة اللي فاتت كنا بدأنا نتكلم على الوايرلاين ابليكيشنز، وقلنا ان الكلام ده هيبقى ريليفنت للوايرلاين والاوبتيكال. حاضر، هقول له بقى يجيب لنا ال رب علي صوتي شويه لحد ما يجيب لنا المايك. ماشي. طيب بدانا نتكلم المحاضره اللي فاتت على الانتر سيمبل انترفيرنس، وقلنا ان الفاينايت شانل باندويث هي اللي بتليمت الامبلس ريسبونس وبتبدا تعمل بالس سبريدنج. تمام، قلنا الكلام ده ايه المفروض انتوا يعني سمعتوا عنه اكيد قبل كده في كورسز بتاعت كوميونيكيشنز كتير يعني، بس احنا بنراجعه مجرد ايه ريفرشر عشان لما نبدا نتكلم على السيركت امبلمنتيشن للايكوالايزرز، سواء بقى الايكوالايزرز اللي بتتعمل في الترانسميتر او ريسيفرز تبقى ايه حاضره بس في ذهننا يعني. فكان اخر بس جزئيه وقفنا عندها اللي هي صنفنا الانتر سيمبل انترفيرنس لما بدانا نتكلم على السامبلد امبلس ريسبونس لنوعين، سنتر انتر سيمبل انترفيرنس او بنسميه اي اس اي عند السنتر بتاع الاي اوبننج، واتفقنا ان ده اللي بيأثر على ايه الفيرتيكال اي اوبننج، و انتر سيمبل انترفيرنس اللي بيجي عند الزيرو كروسنج بتاعه الاي دايجرام بتاعتي اللي هو هيأثر على ايه على الجيتر او هيأثر على الزيرو كروسنج. فزي ما بس اتكلمنا المحاضره اللي فاتت على السامبلد امبلس ريسبونس للسنتر اي اس اي، السنتر اي اس اي اقصد بيه ايه الانتر سيمبل انترفيرنس اللي هيقفل لي السنتر بتاع الاي اوبننج. نفس الكلام ينطبق بس على الايدج، الايدج اللي هي عند الزيرو كروسنج او اللي هي عند الايه الحته اللي هتحرك الايدج بتاعت الاي بتاعتي اللي هي هنتكلم عليها كمان شويه اللي هي الجيتر، الجيتر اللي هيتضاف على الانبوت اي دايجرام بتاعتي. طيب فعشان اجيب الحته من السامبلد ريسبونس دي اللي هتلاند على الايدج بتاع الاي دي هيبقى بعدها عن السنتر بقد ايه؟ ها؟ هاف يو اي، صح؟ ليه؟ لان المين كرسر بتاعي هيبقى في نص الاي دايجرام، يبقى دي هتبقى يمين او شمال بهاف يو اي. فاللي هي لما اجي ابص على السامبل بلس ريسبونس بتاعتي لو ده المين كرسر يبقى اللي على بعد ايه 1.5 UI، هيبقى ده اول ايه. طبعا اللي على بعد نص وناقص نص ده ما يعتبرش ايه ده ما يعتبرش انتر سيمبل انترفيرنس، ده يعتبر الفولينج ايدج بتاعي يعني، صح؟ لان لو هي طبعا يعني ديفرنشال فكان ده الايديال زيرو كروسنج بتاع البلس بتاعي. فهبدا اعد منين؟ من بعد الواحد ونص، اثنين ونص، ثلاثة ونص، وهكذا. تمام، فاللي هي اللي احنا عاملينها بالمربعات دي، فكان يبقى المربعات دي هي الايدج السامبلز اللي هتعمل ديستورشن للايدج بتاعي، واللي بالدوائر دي اللي اتكلمنا عليها المحاضره اللي فاتت اللي هي على بعد 1 UI 2 UI 3 UI اللي هي تعمل لي الديستورشن عند الايه السنتر بتاعه الاي اوبن. تمام، فبس يعني دي كانت معلومه بس فاضله من المحاضره اللي فاتت ما اتكلمناش عليها يعني. فبس ايه اللي يعني مهم من المعلومه دي، ان زي ما احنا شايفين هنا الاي دايجرام لما جيت ارسمه في السيناريو ده لقيت الاي اوبننج اتقفلت في الهوريزونتال، بس مش بسبب تايمينج انسرتينتي في الاوسيليتور بتاعي اللي هو مثلا في الترانسميتر اللي باعت الايه الداتا ستريم ده، لا اتقفل نتيجه ايه؟ نتيجه انتر سيمبل انترفيرنس، صح؟ فبنسمي النوع ده من هو ما زال اسمه جيتر، لان الجيتر هو الانسرتينتي في الزيرو كروسنج، بس جاي نتيجه ايه؟ بنسميه داتا ديبندنت جيتر، بيسموه دي دي جي. خلاص، ليه اسمه داتا ديبندنت جيتر؟ لان هو جيتر نتج عن ايه؟ البيت ستريم اللي انت بعته، لان البيت ستريم هو اللي هينتج عنه الايه الانتر سيمبل انترفيرنس. هنشوف ازاي مهم ان انت تفصل الانواع المختلفه من الجيتر، لان كل ستاندرد بيديك سبيسيفيكيشن على الماكسيمم جيتر اللي مسموح بيه في السيستم بتاعك، بس الماكسيمم جيتر ده لازم اعرف اعمل له بريك داون ازاي للايه للانواع المختلفه، لان هو ممكن يقول لك التوتال جيتر كذا، بس كذا منه راندوم جيتر، كذا منه داتا ديبندنت جيتر، وهكذا. وهنشوف نبدا نتعامل معاهم ازاي يعني. مش شغال ولا ايه؟ طيب خلاص. طب الصوت اخباره ايه؟ كويس؟ اكمل كده يعني؟ خلاص ماشي. لا مش مشكله، شكرا.
طيب تعالوا برضو سريعا كده نتكلم على عشان نتكلم على الجيتر اكتر، بس لازم ايه نتكلم شويه على الراندوم نويز، لان هو زي ما اتفقنا برضو غير الداتا ديبندنت افكت اللي كنا لسه بنتكلم عليه ده اللي هيجي من الانتر سيمبل انترفيرنس، اكيد لما يبقى فيه نويز في السيستم بتاعي هينديوس برضو ايه جيتر زي ما نشوف دلوقتي. بس خلينا نتكلم ان جنرال، لو انا عندي اي راندوم نويز مجموعه على السيجنال بتاعتي خلاص، ممكن اريبريزنت الايفكت بتاع الراندوم نويز عند كذا حته في الاي دياجرام. لو هاجي اتكلم على تاثير النويز في السنتر بتاع الاي دياجرام، يبقى احسن اتكلم بايه، فولتج ولا بالتايم؟ بالفولتج مش كده، لان انا في نص الاي فمهتم بالسامبلنج فاليو اللي انا هعملها سامبلنج بالايه بالريسيفر بتاعتي. طيب فساعتها الايفكت بتاع النويز على الفيرتيكال اي اللي يهمني ريبريزنتيف فولتج. لما اجي اتكلم على الادج بتاع الاي زي ما هنتكلم كمان شويه، لا هبقى مهتم ان انا اشوفه كايه، كتايمنج كجيتر خلاص. طيب طبعا النويز ده هيجي منين، يعني مصادره كتير قوي. النويز ده ممكن يبقى ثيرمال نويز في السيركتس بتاعتك، في الريسيفر بتاعك، نويز جاي انديوست من الشانل اللي انت بتشتغل بعت سيجنال عليها، نويز من الترانسميت بي ال ال، يعني في سورسز اوف نويز كتيره جدا في الايه في السيستمز بتاعتنا دي خلاص. يعني ممكن توضح اكتر لما تبداوا ايه تشتغلوا اكتر في الموضوع ده يعني. طيب هريبريزنت بقى النويز ده ازاي؟ لو افترضت، تعالى نفترض دلوقتي ان هو ايه راندوم نويز، بيور جاوسيان نويز دلوقتي خلاص. فالجاوسيان نويز هياخد شكل الجاوسيان ديستريبيوشن. طيب لو انا عايز اشوف تاثير النويز، تعالوا بقى يعني نبدا نقسمه قبل ما نبص على الايكويشنز دي على الاي. فرسمت بس اي اي دايجرام كده وعليها نويز. طيب امتى هتاثر على الديسيجن بتاعي؟ لو انا ببص في السنتر اوف الاي دايجرام، هتاثر لو تخيلت ان ايه انا جيت سامبل الجزء اللي تحت ده وهو زيرو، فامتى هاخد الرونج ديسيجن؟ لو الزيرو ده قلب واحد صح. طب الزيرو ده هيقلب واحد امتى؟ لو النويز اللي اتجمعت دي ليها جاوسيان ديستريبيوشن بالشكل ده خلاص، يبقى طول ما هي اقل من في بيك تو بيك على 2 مش هيحصل مشكله. ليه؟ لان الزيرو عمره ما هيقلب واحد. ونفس الكلام طول ما النويز المجموعه على الجزء اللي فوق من الاي دياجرام، طول ما قيمه النويز اقل من في بيك تو بيك على 2 باشاره نيجاتيف، عمر ما يحصل مشكله، لان الواحد عمره ما هيقلب ايه زيرو صح. طب امال امتى الحته اللي هتعمل اني حته اللي هتعمل مشكله في الجاوسيان ديستريبيوشن؟ الجزء اللي هيعمل مشكله في الجاوسيان ديستريبيوشن هو اني حته، هو التيل ده بتاع الجاوسيان ديستريبيوشن صح. ليه؟ لان انا راسم الجاوسيان ديستريبيوشن مسنطر المين بتاعه، ده المين بتاعه على الايه على الفاليو بتاعت السيجنال. فاي اديتيف نويز ده اللي ممكن يكوز ا رونج ديسيجن تمام. فاول ما اوصل الحته اللي فيها التيل بتاع الجاوسيان دي اللي هيحصل فيها ايرور صح. فلو عايز احسب البروبابيلتي اوف ايرور اللي هي البيت ايرور ريت بتاعي، هيبقى هجيبه ازاي؟ هجيب الاريا اندر كيرف على طول صح. يبقى هعمل تكامل من كام لكام بقى؟ لما الفاليو بتاعت الجاوسيان راندوم فاريبل بتاعتي يزيد عن ايه في بيك تو بيك على ايه على 2 لحد ايه لحد انفينيتي خلاص. يبقى كل اللي انا مطلوب مني عشان احسب البيت ايرور ريت ان انا اكامل الجاوسيان ديستريبيوشن ده من في بيك تو بيك على 2 لحد ايه انفينيتي. يبقى انا جبت الاريا اندر كيرف بتاعت الجاوسيان في الجزء الفوقاني. طبعا هو سيمتريك، فالجزء الفوقاني هيساوي الجزء التحتاني. التوتال بروبابيلتي اوف ايرور هتبقى ايه؟ بروبابيلتي اوف ده جيفن ان هو 0 زائد بروبابيلتي اوف ده جيفن ان هو 1 اللي هي هتبقى واحد منهم، لانك هتضرب في نص، لان بروبابيلتي اوف 0 هي probability of ايه of a 1 خلاص. فالتكامل ده طبعا بس انا يعني كل اللي عملته فيه ان احنا عملنا normalization، يعني كتبت ال probability density function بتاعت a normalized gaussian random variable، فقسمت بس على السيجما، فعشان كده هنا ايه اتقسمت على السيجما عشان نحطه بس في standard form لايه لجاوسيان distribution. المين بتاعه بزيرو والسيجما بتاعته بكام؟ بواحد. فيبقى اعرف اعمل التكامل ده. فالتكامل ده لو جيت تبص له هتلاقي ده هو الجداول بتاعت الايه الجاوسيان ديستريبيوشن، اللي هو بيطلع الايرور فانكشن اللي هو كان مكتوب في السلايد اللي فاتت، نرجع لها يعني. اللي هو يعني ده ايه اللي هو الايرور فانكشن
فهو فانكشن في مين بس؟ في قيمه الفي بيك تو بيك على الايه؟ على الار ام اس او السيجما بتاعت الايه؟ الار ام اس تربيعي او سوري الار ام اس يعني او الايه؟ او السيجما بتاعت الايه؟ الراندوم فاريبل بتاعي. تمام؟ طيب في يعني الجزء ده هتلاقوه مشروح بطريقه ظريفه في الريفرنس دي. دي بس ابلكيشن روت ابلكيشن نوت من ماكسيم بتشرح لك العلاقه بين الار ام اس بتاع الجاوسيان راندوم فاريبل وتاثيره على البيت ايرور ريت. خلاص طيب فلو جيت ابص على الديفرنت بقى فاليوز هو كاتب لك قيمه التكامل ده او probability of error او اللي هي البيت ايرور ريت فيرسس ايه هنا فيرسس الفاكتور اللي هو في بيك على ايه على سيجما ان. هو هنا يعني هنا تكامل في بيك تو بيك بس هنا ايه كاتبها لك في بيك يعني ففي بس فاكتور اوف ايه فاكتور اوف 2 بين الاثنين. خلاص طيب فده يقول لك ايه ده يقول لك ان انت لو انت بتارجت سيستمز مثلا البيت ايرور ريت بتاعها 10^12 تمام يبقى انت لازم الاي اوبننج تبقى علاقتها ايه بالسيجما بتاعت النويز الفاكتور 7 ده. يبقى البيك فاليو بتاعت الاي اوبننج بتاعتك لازم تبقى ايه 7 أضعاف السيجما بتاعت الراندوم نويز بتاعك. تمام فيبقى انت خلاص وانس ده سيت في الستاندرد بتاعك يبقى انت وانت عارف مثلا ايه الستاندرد برضو ممكن يسات الفي بيك تو بيك اللي داخله لك يبقى انت على طول عرفت ان ايه الراندوم نويز ما ينفعش يزيد عن ايه قيمه معينه. هحسبها ازاي من الجدول ده بيزد على التارجت بيت ايرور ريت للجيفن ستاندرد بتاعي ده على طول. تمام وضحت النقطه دي يبقى الفكره ايه ان احنا عرفنا نربط التارجت بيت ايرور ريت بتاعي بالاي اوبننج اللي المفروض تجي لي. طيب افرض الستاندرد عايز اي اوبننج اقل يبقى معناها ايه يبقى لازم الديزاين ريسيفر احسن يديني ايه ستاندرد ديفيشن اقل للانبوت ريفيرد نويز اللي هيشوف الاي دياجرام دي. تمام بالظبط كده يعني هي طبعا هنا مرسومه على ان هي اي مفتوحه وجميله وكل حاجه تمام بس طبعا بقى تعتمد ما هي ممكن الاي تكون جالك مقفوله جدا بس انت تعمل ايه هتيكوالايز الاي زي ما هنتكلم دلوقتي فهتفتح الاي خلاص فساعتها هيهمك تقيسها فين للاي بعد الايكوالايزيشن خلاص بس طبعا لازم تبص بقى التوتال نويز حتى اللي جايه من الايكوالايزر بتاعك فاهم قصدي ما عشان كده المره اللي فاتت برضو كنا بنتكلم على ايه قصه ان مش مفيد ليا ان انا اكبر الباندويث بزياده ليه لان النويز هتخش اكتر في السيستم بتاعي تمام بالظبط يعني انت بس هي في الاخر هي كله حاجه واحده بمعنى ايه يعني زي ما كان لسه باشمهندس بيسال ما انت الانتر سيمبل انترفيرنس هيقفل لك الاي ده خلاص انت هتحاول تصلح الانتر سيمبل انترفيرنس وتفتح الاي تمام قبل ما تعملها سامبلنج خلاص بس لو فضل لسه ريزيدجوال انتر سيمبل انترفيرنس مش عارف تخلص منه خلاص يبقى ده اللي هيحدد لك الايه الفي بيك او الفي بيك يبقى هتبقى الانر اي بقى اللي انت هتعملها فاينل سامبلنج بتاعك تمام بالظبط مش بقى يعني احنا المفروض بقى هنا ايه بنحسبها عند السامبلر بتاعي في الريسيفر خلاص فيعني انت ممكن تاخدها في الريسيفر وتكبرها بس هتاد يور اون نويز ففي الاخر لازم تاخد التوتال سيجما بتاعت التوتال نويز سورسز وفي الاخر الايه التوتال اي اوبننج اللي انت داخل بيها على السامبلر بتاعك ليه لان احنا حسبنا يعني المعادله دي كلها جت منين الجدول ده من كونديشن السامبلنج اللي انا خدته هنا ان انا قلت خلاص السلايسر بتاعي الثريشولد بتاعه هو ايه مثلا الصفر وده بوزيتيف في بيك وده ايه نيجاتيف في بيك فاهم قصدي فهتاخد طبعا كل السورسز اوف نويز والفاينل اي دايجرام بقى بعد ما عملت الايكوالايزيشن والامبليفيكيشن بالظبط كده عند الريسيفر ما بالظبط بالظبط كده الستاندرز معظمها الحاجات بقى يعني ستاندرز جديده بتقريت 10^15 فانت دلوقتي هاف تو اكسبكت
ان البيك تو بيك بتاع النويز صح ممكن يتضرب في كام؟ ها البيك هيتضرب في 8، البيك تو بيك هيتضرب في كام؟ في 16. تمام؟ ايه اللي هيحتاج كده؟ ده باي سبيك بقى، يعني انت كل ستاندرد هو بيقول لك في الستاندرد نفسه انا التارجت بتاعي ان السيستم كله يميت البيت ايرور ريت الفلاني. فاهم قصدي؟ لان البيت ايرور ريت لما يقل هتقلل الثروبوت، لانك هترجع تري ترانسميت الداتا بعد شويه، هترجع تقول له لا ابعت دي في داتا كوربت، انت فاهم قصدي؟ لو ما عرفتش تعملها كوركشن يعني. لا يعني بص هي فايدتها ايه دي قصه ثانيه. تمام؟ بس هو هي يعني انا اصرف كل ده عشان مثلا هي برضو خلي بالك ان دي راندم، يعني دي راندم مش معناها انت ما ينفعش تبص لها ان انت ماشي مش هيجي لي ايرور غير 10 يعني واحد كل 10 15 بت. ماشي كلامك مظبوط، ممكن تطلع اكتر ممكن تطلع اقل في بعض الاحيان، بس ما ينفعش تقول لي خلاص بقى انا هريسيف 10 15 واوقف وبعد كده ريترانسميت تاني. لا ما هي راندم ممكن تجيلك في اول بت، انت فاهم قصدي؟ فانت لازم تحسن الرو بت ايرور ريت. بعد كده طبعا بقى بيبقى في طرق تاني ان انت تعمل بقى ايه كوركشن، فاهم يعني؟ في طرق بقى الناس بتوع الديجيتال يعني بيستعملوها كتير. يعني احنا بنتكلم طبعا هنا معظم كلامنا على الفيزيكال لاير، خلاص فوق الفيزيكال لاير بقى في ايه ترانسبورت لاير واللينك لاير وحاجات كتيره جدا في الديجيتال بتعمل بقى حاجات كتيره يصلحوا لنا بقى الكلام ده. تمام؟ طيب الحاجه بس الاخيره قبل ما نسليب السلايد دي، حاجه بس ما اعرفش خدتوا بالكم منها ولا لا. يبقى انا دلوقتي لو انا بتكلم على راندوم نويز خلاص، او بقى زي ما انا اتكلم في السلايد اللي بعدها على راندوم جيتر، لو هو راندوم وجاوسيان هل ينفع اقول لك البيك تو بيك بتاعته كابسولوت كده؟ يعني لو عندي راندوم نويز سورس خلاص، هل ينفع تديفاين البيك تو بيك بتاعه؟ ما ينفعش. ليه؟ لان البيك تو بيك بتاعه فانكشن في مين؟ في الاوبزرفيشن ويندو بتاعتي. يعني كل ما هقعد ابص على الراندوم فاريبل جنريتور ده فتره اطول ممكن يجي لي probability ان يجي لي ايه حاجات اكبر، صح ولا لا؟ فعشان كده عمر ما حد بيكوانتيفاي الراندوم جيتر او الراندوم نويز بمين؟ بالبيك تو بيك. امال بيكوانتيفاي بمين؟ بالار ام اس او بالسيجما. خلاص اربط بقى بينهم ازاي؟ على حسب التارجت بيت ايرور ريت بتاعي. لو انا بتارجت بيت ايرور ريت 10 اس ناقص 15 فيبقى انا عارف ان المفروض ما يجيليش بيك تو بيك اكتر من كام؟ 16 ضعف السيجما. تمام؟ لكن ما ينفعش اجي اقول لك والله ايه الراندوم فاريبل بتاعي ده البيك تو بيك بتاعته كده واسكت. لا لازم اربطها بمين؟ بالاوبزرفيشن ويندو بتاعتي او التارجت بيت ايرور ريت. تمام؟ فعشان كده دايما هتلاقي الجاوسيان نويز سورسز لازم تكوانتيفايد بالايه؟ بالار ام اس مش بالبيك تو بيك. على عكس لو هو حاجه داتا ديبندنت، لا خلاص ده اعرف اكوانتيفايد بالايه؟ بالبيك تو بيك لان ما فيهاش راندمنس. تمام؟ طيب فده يعني شكل الاي دايجرام في السيناريو اللي كنا بنتكلم عليه ده، مجرد بس ده الايديال اي من غير الراندم نويز. ده لما ضفنا عليه الراندوم نويز فزي ما اتفقنا هيقفل لي الفيرتيكال اي اوبننج، ده اللي كنا لسه بنتكلم عليه في السلايد اللي فاتت. طيب الهوريزونتال اي اوبننج ده اللي احنا عايزين نبدا نتكلم عليه. الهوريزونتال اي اوبننج لما نيجي نتكلم على هنتكلم على ايه؟ على الزيرو كروسنج. يبقى انا هبدا اتكلم على تايمينج ايرورز. خلاص التايمينج ايرورز دي هي اللي احنا بنسميها ايه؟ الجيتر. خلاص وهنشوف ان معظم الستاندردز بتحط ريكوايرنس كتيره جدا على التوتال جيتر، سواء اللي داخل الريسيفر او اللي خارج من الترانسميتر بتاعك، او حاجه اسمها الجيتر توليرانس، يعني الريسيفر بتاعك يتوليريت جيتر قد ايه. هنتكلم ان شاء الله بالتفصيل بعد كده على الحاجات دي. طيب بس ازاي بقى كوانتيفاي الجيتر؟ يعني انت شفت اي دايجرام كده خلاص، زي ما اتفقنا الاوبننج الفيرتيكال حدد لي البيت ايرور ريت، مش كده؟ جيفن ان انا عارف خلاص الايه السيجما بتاعت الراندوم نويز. طيب الجيتر بقى لما ابص على الرسمه زي دي اعرف اكوانتيفاي ازاي؟
الطريقه اللي الناس بتكونتيفاي بيها الجيتر انها بتيجي تقوم عامله ايه؟ تيجي تقوم عامله حاجه اسمها الجيتر هيستوجرام. ايه الجيتر هيستوجرام ده؟ النقطه دي بيجي كده يقوم عامل هنا ايه؟ قاطع كده كانه خد كروس سكشن كده. تمام؟ طيب ارسم ايه بقى؟ اخد كل سامبل هنا من اللي جت عدت الزيرو كروسنج، مش الخط الاحمر ده هو الزيرو كروسنج بتاعي، اللي هو انا فرض هنا ان هو نص فولت. تمام؟ يعني طبعا هي لو ديفرنشال يبقى هو الصفر. طب همسك كل سامبل من دول او تريس من دول بيعدي الزيرو كروسنج بتاعي وارسم ايه؟ ارسم الارايفل تايم بتاعه، يعني ارسم وصل امتى؟ قطع الزيرو كروسنج امتى؟ فمثلا اول واحد ده قطع فين؟ هنا. طب اللي بعده قطع جوه شويه. طب اللي بعده جوه شويه وهكذا. وارسم بقى ايه؟ ارسم زي نمبر اوف هيتس عند كل ايه؟ ارايفل تايم، فاقسمها بنز كده. بيسموها ايه؟ كانك بترسم بنز، تمام؟ الشكل بقى هيبقى عامل ازاي؟ هيجي لي شكل عامل بالمنظر ده. خلاص؟ ايه الشكل ده؟ الخطوط دي كانك بترسم ايه؟ كانك برسم probability density function، بس بعمل جروبنج لكل مجموعه وبشوف هي بتيجي امتى. فطبعا اللوجيك ان الغالبيه هتيجي فين؟ في النص، لو هو كان جاوسيان ديستريبيوشن زي اللي كنا رسمينه في السلايد اللي فاتت. فيبقى لما ارسم الرسمه اللي على الشمال دي بسميها الجيتر هيستوجرام، دي بتريبريزنت الديستريبيوشن بتاع الجيتر. خلاص؟ الاكس اكسس بتاعي هو مين؟ هو التايم ان يو اي، طبعا بشتغل دايما ان يونت انترفال. خلاص؟ والواي اكسس بتاعي ده هو ايه؟ كانه نمبر اوف هيتس، اللي هو عدد الكروسنجز اللي حصلت في الايه؟ في البن نمره كذا او نمره كذا. تمام؟ طيب من الرسمه دي اعرف احسب ايه؟ ها الراندوم جيتر البيك تو بيك بتاعه بكام؟ طبعا جيفن الاوبزرفيشن ويندو اللي انا عملت السيميوليشن دي ايه؟ عليها. يبقى من الرسمه دي لو قست من اخر سامبل جات لي على اليمين لاخر سامبل جات لي على الشمال، يبقى ده على طول هو الراندوم جيتر البيك تو بيك بتاعي. تمام؟ طيب الرسمه الثانيه هي الاولى بالظبط، بس رسمت الاثنين جنب بعض، يعني رسمت مره للزيرو كروسنج اللي كان على اليمين الاي، ومره للزيرو كروسنج الايه؟ اللي على شمال الاي. طب فين التوتال اي اوبننج بقى بتاعي؟ التوتال اي اوبننج هو من ناقص نص يو اي لزائد نص يو اي، ده لو هو ايديال، لو ما كانش فيه اي راندوم جيتر، بس اتاكل منه نص ار جي صح على الشمال ونص ار جي فين؟ على اليمين. فيبقى التوتال اي اوبننج بتاعتي هي واحد ماينس الايه؟ الار جي بيك تو بيك. تمام؟ طب واحسب ازاي الار جي بيك تو بيك؟ كنا لسه بنقول هحسبه من الايه؟ من السيجما تايمز الايه؟ تايمز الفاكتور اللي هو حسب التارجت بيت ايرور ريت بتاعي. تمام؟ طيب فده شكل الجيتر هيستوجرام. خلينا بقى في الاولاني، خلاص فهمنا التاني ده، بس انا عامله عشان احسب الاي اوبننج. لكن الشكل الجيتر هيستوجرام هو عند ناحيه واحده منهم طالع الجاوسيان. طب افرض بقى بدا يظهر لي داتا ديبندنت جيتر مع الراندوم جيتر، انت متوقع الشكل يبقى عامل ازاي؟ هتبقى بيك واحده ولا هيظهر ايه؟ هيبدا يظهر لك ايه؟ مالتيبل بيكس. ليه مالتيبل بيكس؟ الراندوم الراندوم نويز الجاوسيان لازم هياخد شكل الايه؟ البيل كيرف الواحد ده. طب امال ايه التو ايدجز دول؟ التو ايدجز دول جم نتيجه مين؟ الانتر سيمبل انترفيرنس. يعني في بعض الباترنز بتشفت لك الايدج ازاي؟ هنا. في باترنز ثانيه شفتتها ايه؟ هنا. طبعا ممكن يكون في مالتيبل بيكس، بس انا عامل سيناريو بسيط ما فيش غير ايه؟ الانتر سيمبل انترفيرنس فيه يا دوبك ان عندي تو ايدجز اللي هي شبه اللي كنا بنتكلم يمكن عليها في الايه؟ في السلايد اللي فاتت، اللي هما فين في الرسمه دي؟ اللي هما المجموعه دي، يبقى دي البيك الاولى وادي فين؟ وادي البيك الثانيه. واخدين بالكم؟ يعني التو كروسنجز دول من غير راندوم جيتر هما مين؟ هما التو بيكس بتوعي. بعد كده لما ضفت عليهم بقى مين؟ الراندوم جيتر عمل ايه؟ ظهر لي في الهيستوجرام على ان هو ايه؟ التو بيكس دول اللي على اليمين دول. طيب فيبقى التوتال اي اوبننج بتاعي هيبقى مين بعد كده؟ هيبقى واحد برضو، بس ماينس الار جي بيك تو بيك ماينس الايه؟ الداتا ديبندنت جيتر بيك تو بيك. تمام؟ الار جي اللي هو الراندوم جيتر البيك تو بيك اللي هو اللي احنا كنا لسه بنحسبه بقى في السلايد اللي فاتت دي،
اللي هي احنا هنا ايه كنا بنتكلم على السيجما بس بتاعت الفولتج نويز. فبنفس المنطق هيبقى برضو ليه سيجما بس في التايم. تمام؟ فانت هتريبريزنتو از ا تايم فاريبل مش از ايه؟ از ا فولتج فاريبل. فاهمني؟ كأنها probability يعني. يعني لو انت مثلا خدت 1000 سامبل جالك مثلا 5 هنا بعد كده جالك 20 واحد هنا او برسنتج زي ما انت عايز تحسبها. بالظبط عامله كانه random variable واحسب بقى السيجما بتاعته. بالظبط كده. فيها ايرور نتيجه ايه عدد الايه الهيتس. ما طبعا طبعا ما انت لو عملت سيميليشن لزمن صغير هتبقى فيري ان اكيوريت. بس ميزه الجاوسيان ايه؟ ميزه الجاوسيان راندوم فاريبل انك لما تاخد عدد سامبلز قليل السيجما خلاص ما تتغيرش يعني. وده اصلا يعني انتوا معظمكم ممكن يكون بيشتغل في الكترونكس صح؟ طب لما بتيجي ديزاين سيركت وتيجي تران مونت كارلو سيميليشنز لازم تران 1000 رنه ولا كفايه 50 رنه او 100 رنه وتحسب السيجما؟ خلاص ليه؟ لان السيجما ما بتتغيرش صح بعد كده. بس مين اللي بيتغير؟ البيك تو بيك على حسب انت بالتارجت 3 سيجما صح ولا بالتارجت كام. بقى احنا هنا بنتارجت كام؟ واخد بالك احنا مش بنتارجت 3 سيجما، احنا بنتارجت كام هنا؟ ها 8 سيجما. انت في السيركت ديزاين معظم الناس بالتارجت بلس 3 سيجما ماينس 3 سيجما صح؟ لا انا هنا بقول لك بقى في الواير لاين لو انت بتبص عليها من ناحيه الجيتر ومن ناحيه النويز انت لازم تتارجت 8 سيجما بلس 8 وماينس 8 عشان كده قلنا 16 سيجما. فاهم قصدي؟ طيب اي اسئله في الجزئيه لحد دلوقتي؟ الاخير ده اللي زاد عليه ايه؟ بص ده يعني ده لو يعني عشان يوضح لو عايز ترسمه الاي عامله كده خلاص دي الاي. فانا رسمت الهيستوجرام مرتين، مره للكروسنج اللي على اليمين ومره اللي على الشمال. ده بس الفرق. ليه رسمته؟ عشان بس اوريك الاي اوبننج منين لمنين. تمام؟ ايه بص هقول لك حاجه، شايف ده هو ده بالظبط بس انا رسمته مرتين جنب بعض. بس ليه خد الشكل ده؟ عشان البيننج اختلف مش اكتر. البيننج يعني ايه؟ ان انت تقول والله انا هنا عملت البين صغيره جدا فالجاوسيان بقى شكله جميل جدا، هنا جمعت حاجات اكتر مع بعض شويه فبقى شكله اسيمتريك شويه مش زي ده. فاهم قصدي؟ بس ده هو ده بالظبط بس رسمته للتو ايدجز بتوع الاي. فاهم قصدي؟ فطبعا ده الشكل الاحسن انك كل ما تخلي تعملها الديسكريت ستيبس اصغر هيبقى مور اكيوريت، كانه بقى ايه مفيش ديسكريتايزيشن افكت يعني. فاهم زي ده خلاص. ده بس الفرق بقى بين ده ان انا زودت عليه الانتر سيمبل انترفيرنس. هنا انا كنت رسمه بس بمين؟ جاوسيان ار جي خلاص. هنا بالظبط من غير انتر سيمبل انترفيرنس. هنا انا رسمت معاه مين كمان؟ الديتا ديبندنت جيتر. فعشان كده شفت التو بيكس بقى مع بعض. لا هنا الزيرو كروسنج مش 1 بوينت. هنا بص دي شايف النقطة دي؟ خلاص النقطة دي والنقطة دي ماشي هما فين؟ تعال نرجع للسلايد اللي قبلها. هما النقطتين دول. أنت فاهم قصدي؟ اللي هما إيه؟ الانتر سيمبل انترفيرنس جاب لك بعض الترانزيشنز بتيجي هنا والتاني بعضها بيجي هنا. فمثلا لو انا رنيت 100 رنه 50 هيكروسوا عند النقطه الاولى و50 هيكروسوا عند النقطه الثانيه اللي هي فين في الرسمه دي؟ اللي هي عند السنتر بتاع الجاوسين ده والسنتر بتاع الجاوسين ده. الار جي عمل ايه بقى؟ فردها لك شويه. بالظبط بالظبط. يعني انت يعني بص هو يمكن التايم اكسس مش باين، ده من ماينس 0.8 ل 0.8 خلاص. ده من كام؟
من ماينس 0.2 ل 0.2، فانا بزوم ان على واحد منهم بس. فاهم قصدي؟ مش راسم الاثنين جنب بعض زي اللي في النص دي. تمام؟ طيب تعالوا نتكلم على افكت بقى كمان. خلاص يبقى اتكلم، احنا عمالين نتكلم على النون ايدياليتيز وازاي نموديل ذم في الايه؟ في السيستم بتاعنا عشان نعرف نديزاين فور الكلام ده بعد كده. طيب ففي برضو افكت من الافكتس الثانيه اللي بتاثر على السيجنال انتجريتي في الابلكيشنز دي، وحاجه بسيطه جدا ان معظم اللينكس دي، معظمها مش كلها طبعا، بيبقى اي سي كوبلد. خلاص ليه بيبقى اي سي كوبلد؟ لان هو دايما بيبقى عايز يفصل لك الديزاين بتاع الترانسميتر عن الريسيفر. يعني انت الترانسميتر ده ممكن يبقى في تشيب بتاع اللينك والريسيفر ده في تشيب ثانيه، صح؟ ممكن دي تبقى بتستعمل تكنولوجي ودي بتستعمل تكنولوجي ثانيه، ما حدش قال ان هم بنفس السبلاي فولتج، ما حدش قال ان هم بنفس الانبوت كومن مود، صح؟ فعشان يريلاكس الديزاين بيفصل الكومن مودز عن بعض بانه يحط ايه؟ دي سي بلوكينج كابس. فمعظم الستاندردز بتلاقي من ضمنها سبيسيفيكيشن ان اللينك دي لازم تبقى ايه؟ اي سي كوبلد او دي سي كوبلد، على حسب. يعني مش بقول كله ايه؟ اي سي كوبلد. خلاص بس انا عايز اتكلم لو هو اي سي كوبلد بيظهر مشاكل ايه؟ عشان كده مركزين على ده. طيب فساعات في الستاندرد بيحط لك بيقول لك انت لازم تعمل اي سي كوبلنج بكاباستور كمان قيمته بكذا، يعني المينيمم والماكسيمم. ليه بقى؟ انا مفكر فيها كده. الكاباستور ده لما تيجي تموديله خلاص هيبقى عندك ايه؟ انا فوق راسمها ريل سيركت ديفرنشال، السيركت اللي تحت كانها ايه؟ ايكوفالنت، يعني سنجل اندد موديل. فانت عندك في الاخر كاب وشايف ار، يعني ممكن ننسى الترانسميشن لاين ده دلوقتي، نفترضه 50 اوم، سواء حطيت الكاب ده ناحيه الريسيفر او ناحيه الترانسميتر. في الاخر الكاب ده بيعمل سيركت عباره عن ايه؟ هاي باس فلتر، صح؟ في الاخر عندي هاي باس فلتر. طيب عشان الهاي باس فلتر ده ما ياثرش على السيجنال بتاعتي والسيجنال كلها تعدي، لازم البول فريكونسي بتاعته تبقى فين؟ ها؟ فيري لو، عشان ما ياثرش، يبقى اي سي شورت بالنسبه للسيجنال ده. فعشان كده الكابس دي فعلا بتبقى كبيره جدا. خلاص بس الكات اوف فريكونسي بتاعت الكاب ده اللي هي واحد على ار سي دي، طبعا الار دي عاده هتبقى فيكست، لان الار دي هتبقى هي ال 50 اوم بتاعت الايه؟ الريسيفر بتاعتك. فالحاجه الديزاين بارامتر الوحيد اللي في ايدك هو مين؟ هو السي. عشان كده الستاندرد بيسهل عليك يقول لك حط السي بكذا. طب بيحسب الكذا دي بقى بناء على ايه؟ لو انت بتبعت راندوم بيتس زيروز وانز وهي سنجل بيت ترانزيشنز 0101، يبقى ده هاي فريكونسي كونتنت ولا لو فريكونسي كونتنت؟ ده هاي 0101، فده هيعدي من الكاب على طول، مش كده؟ الكاب مش هيلحق يشحن ويفرغ، لان هو ايه؟ كل كلوك سايكل عمال يقلب. طب المشكله تحصل انت بقى لما يجي لك فيري لو فريكونسي كونتنت اللي هو ايه؟ لونج سي اي ديز. سي اي ديز اتفقنا اللي هي كونسيكتيف ايدنتيكال ايه؟ ديجيتس، يعني بيتس ورا بعض زي بعض، سواء بقى كلها وانز كلها زيروز مش فارقه. تمام؟ طب فلو جالي هنا فيري لونج سي اي دي معناها وانز كتيره قوي ورا بعض، ايه اللي يحصل للكاباستور ده؟ ها؟ مش الكاباستور ده ليه تايم كونستنت اللي هو الار سي برودكت دي؟ يبقى الكاب ده هيقعد يعمل ايه؟ فيري سلولي يفرغ، صح؟ طب ليه ما حسيتش بيه هنا؟ لان هو بيحصل ببطء جدا، وهنا قبل ما يحصل راحت البيت عملت ايه؟ فليبت، فما لحقش يشحن او يفرغ، صح؟ لكن في الفيري لونج سي اي ديز دي الكاب هيبدا يحصل له ايه؟ يديسشارج. فالدلتا في دي هتعمل ايه في الاي اوبننج بتاعتي؟ هحس بيها ولا مش هحس بيها؟ هتقفل لي الاي اوبننج، صح؟ بدل ما كان زمان الاي اوبننج في الحته دي يعني ليه اسيرتن فاليو، عماله تحصل لها ايه؟ السيجنال عماله تقل مع الزمن، يبقى هيقفل لي الاي اوبننج، صح؟ فيبقى دايما الستاندرد بيحاول يليمت الايه؟ الدلتا في اللي بيسموها الفولتج دروب اللي بيحصل ده نتيجه ايه؟ نتيجه اللونج سي اي ديز. طب يحسبها ازاي؟ من المعادله البسيطه الاكسبوننشال اللي هي ان في اوتبوت هتساوي الفي بيك بتاعته في اي اس ماينس ايه؟ تي على تاو، حيث تاو هو الايه؟ التايم كونستنت بتاع الكاب، لان هو اكسبوننشال ديكي على طول. طب يبقى خلاص، يبقى انت ايه اللي محتاج تعرفه هنا؟ ها؟ من المعادله دي تقدر تحسب على طول الدلتا في، مش كده؟ الريلاتيف طبعا للانيشال فاليو اللي هي في بيك، يعني اطرح دي من في بيك، هتلاقي كل اللي عندك في يعني في بيك دي هتاخدها عامل مشترك، يبقى الايرور كله اللي هيحدده مين؟ هو التي والتاو، صح؟ طب التي والتاو بقى دول الستاندرد بيلعب فيهم ازاي؟ التاو هيحددها كاب فاليو عشان الدلتا في ما تزيدش عن حد معين.
طب والتي بقى يحددوا ازاي؟ بيحددوا ان هو بيليمت النمبر اوف سي اي ديز. ازاي بقى؟ ان هو بيستعمل ايه هنا؟ ممكن يستعمل سكرامبلنج تكنيكس او ايه؟ كودنج تكنيكس. الكودنج تكنيكس اكتر حاجه مشهوره هي ايه؟ ال 8 بي 10 بي انكودنج او ال 64 66 بي انكودنج او 128 ايه؟ 130. دي عباره عن ايه الكودنج تكنيكس دي؟ بيقعد مثلا يبص على كل 8 بيتس ويغير ال 8 بيتس بانه يزود 2 اكسترا بيتس عشان يجارنتي ان ايه؟ ان في ترانزيشنز او ان الكود بالانسد. فيبقى عمرك ما يصادف انك عندك لونج ايه؟ سي اي ديز ورا بعض. فيبقى هنا بيليمت التايم اللي ممكن يجي لك ايه؟ افكس سيجنال فتقدر تعمل لك ايه؟ الدلتا في نتيجه الاي سي كابلنج كاباسيتورز. بس طبعا خسرت ايه هنا؟ الافشنسي او الثروبوت بتاعك صح؟ لان هنا انت ضربت على طول في كام؟ في 20 20% خسرت على طول هنا 20%. لما تروح لده خسرت ايه؟ اقل، خسرت 2 بيتس من كام؟ من 66 فاقل مش كده؟ وهكذا. فطبعا كل ما بتكبر اللوس بتاع الثروبوت بيبقى ايه؟ بيبقى اقل. بس طبعا ده كل ده بيحصل في انهي لاير برضو؟ ده في الديجيتال بقى، ده في البروتوكول او في اللينك لاير، ملوش دعوه بالفيزيكال لاير. يعني الجزء بتاع الفيزيكال لاير هو الخاص بس بالايه؟ بالكاباستور فاليو يعني. طيب برضو من الافكتس اللي ساعات بتظهر في الواير لاين الكروس توك. خلاص برضو عشان نبقى عارفين بس لو يعني ايه تعرضتوا لحاجات زي دي، ايه هو الكروس توك ده؟ اتفقنا الواير لاين لينكس دي ساعات كتير قوي بقى عندي مالتيبل لينز، يعني تشيب 1 بتكلم تشيب 2 بس. ليتس سي مثلا عرفت الديزاين لينك عند 10 جيجا بت بير سكند، بس انا عايز افكتيف ثروبوت 40 جيجا بت بير سكند، فهعمل ايه؟ هحط 4 لينكس ان بارلل زي ما قلنا قبل كده، فيبقى عندي 4 لينز. طيب فايه اللي ممكن يحصل؟ ايه المشكله اللي ممكن تحصل؟ الفكره ان ممكن طالما عندي كذا لين على نفس الشيب ممكن الاقي ان الترانسميتر بتاعي بيعمل ايه؟ السيجنال سويتشنج اللي هنا دي بتليك وتخش على مين؟ على الريسيفر. خلاص فيبدا بيعمل حاجه اسمها كروس توك، يعني يبدا يكلم ريسيفر مش الانتندد ريسيفر، يعني الترانسميتر ده الانتندد ريسيفر بتاعه الناحيه الثانيه، لا هو بيعمل كروس توك بنسميه نير اند كروس توك، اللي هو نيكست اللي هو نير اند، عشان انت حصل لك جالك انترفيرنس من الترانسميتر اللي ناحيتك انت. طيب لو في لين ثانيه فوق ممكن الترانسميتر البعيد ده اللي هو اصلا بيكلم ريسيفر ثاني مش بيكلم الريسيفر ده برضه يحصل له ايه؟ يليك، ممكن ثرو البي سي بي تريس نفسه او ممكن ثرو الباكج بتاعت الايه؟ تشيب 1. فده بنسميه الفار اند كروس توك، بيسموه اللي هو ايه؟ الفكست والنكست. خلاص فده حصل له ليكج من الترانسميتر البعيد فار اند كروس توك، وده من الترانسميتر القريب اللي هو ايه؟ النير اند كروس توك. طبعا في تكنيكس الناس بتستعملها ان هي كانسل كروس توك، خلاص بالذات لو هو من ناحيتك انت صح ولا لا؟ ليه؟ لان انت عندك الداتا دي، ما هو ده نفس الشيب بتاعتك، فانت ممكن تترين الريسيفر بتاعك لان انت عارف السيريال داتا اللي مبعوته هنا، فتقدر تترينه وتبقى عارف ايه قد ايه هو بينجكت نويز فور ايتش طبعا للداتا ستريم اللي انت بعته، وتروح تعمل ايه؟ تعمله كانسليشن. ففي بعض الناس بيعملوا كروس توك كانسليشن تكنيكس. طبعا صعب قوي ان انت تعمل كروس توك كانسليشن للايه؟ للترانسميتر البعيد لان انت ما عندكش الداتا بتاعته، تمام؟ بس بالنسبه للترانسميتر القريب ده ممكن في بعض التكنيكس بتعمل الكلام ده، ومعظمه بيبقى كاباسيتيف كابلنج، فالايفكت ده بيبقى هاي باس ايفكت لان هو هيبقى كاباسيتيف كابلنج في الغالب يعني. فبيظهر اكتر في الايه؟ في الهاير فريكونسي يعني. طيب اخر فينومينا نتكلم عليها في السيجنال انتجريتي بتاعت السيريال لينكس هي الامبيدنس ميس ماتشز والريفلكشنز. خلاص يعني زي ما كنا قلنا قبل كده انت بالديزاين اللينكس دي عشان ترانسميتر يوصل على ريسيفر ممكن ثرو بي سي بي تريسز، ممكن كيبلز، ممكن كاردز على مثلا ماذر بورد وكارد يركب وكارد يركب ففي كونكتورز. فيعني شكل مبسط ممكن يبقى عندك في الاخر بي سي بي تريس وفيز، فيز سواء بقى هي على نفس البورد او كونكتورز وتريس تاني، فكل ترانزيشن من دول ممكن يبقى فيه امبيدنس ميس ماتش، تمام؟
تقدر تحسب الريفلكشن كوفيشنت عند كل الايه الانترفيسز دي، تعرف قد ايه من الويف هيرفلكت. خلاص طيب، وليه ده ممكن يعمل مشاكل؟ تعالوا نبدا مثلا بالريسيفر. لو ريسيفر انت اكسبكتنج ان هو انت شايف 50 اوم، ممكن مع البروسيس يحصل ايه؟ ما تجيش 50 اوم، مع الفابريكيشن بروسيس ممكن تشفت تبقى 40 اومز مثلا، تبقى حاجه اعلى من 50 وهكذا. فلازم تبقى عارف الريفلكشن كوفيشنت ده بكام. لو هو 50 بالظبط والبي سي بي تريس 50، مفيش اي حاجه هترجع، صح؟ مش هيبقى في اي ريفلكشن، فمفيش مشكله. لكن اول ما الريسيفر بتاعك ده ما بقاش 50 اوم، بدا يبقى في جزء من الويف بيحصل لها ايه؟ هترجع. طب الجزء اللي هيرجع ده، ما هو ممكن يقابل ميس ماتش تاني في السكه، يحصل ايه بعد كده؟ يرجع يرد تاني على الريسيفر، صح؟ فالامبلس ريسبونس بتاعتك، بدل ما انت كنت فاكر ان هي خلاص والله الشانل انا ظبطت الباندوث بتاعي والبلس ريسبونس حلوه كده ونازله كويسه، ما عنديش انتر سيمبل انترفيرنس، تبدا تلاقي جزء من البلس راح ورجع ورجع لك بعد شويه. طب بعد شويه دي تعتبر يعني احسبها ازاي؟ هي فانكشن في مين؟ فانكشن في البروباجيشن ديلي ده، صح؟ يعني قبل ما الويف دي راحت والويف دي رجعت تقدر تحسبها، تمام؟ طب اقدر اكنسلها ولا لا؟ في بعض الايكولايزرز يعني نتكلم عليها، الفيد فورورد ايكولايزرز في الريسيفر تقدر تكنسل الكروس توك، انا اسف مش كروس توك، الريفلكشنز. خلاص طيب هتظهر ازاي ريفلكشنز؟ فاكرين اتكلمنا المره اللي فاتت ان بدل ما الامبلس ريسبونس بتاعتك او الستيب ريسبونس هتبقى نازله كده سموث، تمام؟ ممكن تلاقيها عامله ازاي؟ راحت ورجعت، ممكن ترجع ببولاريتي مختلفه، فبالتالي ممكن الاقي الامبلس ريسبونس بدا يحصل فيه ايه؟ حاجات شكلها عامله كده، تمام؟ ده يبقى نتيجه الايه؟ الريفلكشنز. نفس الكلام على الترانسميتر برضو، مش بس الريسيفر. ما هو الترانسميتر ده بيطلع ايه؟ بيطلع السيجنال. طب افرض لقى بي سي بي فيا، فالجاما بتاعت التريس دي مش مظبوطه، هيعمل ايه؟ هيرجع له جزء من الويف. طب لو رجع له جزء من السيجنال، لو هو بيرفكتلي ماتش خلاص هيابزورب السيجنال كلها. طب لو هو مش بيرفكتلي ماتش هيعمل ايه؟ هيرجع جزء من السيجنال، فيطلع لي برضو ايه؟ تيل ثانيه او كرسر ثاني في الايه؟ في البلس ريسبونس وهكذا. فمعظم الستاندردز بتحط ايه؟ سبيك كده زي اللي احنا رسمينه او ماسك للريفليكشن كوفيشنتس، سواء بتاعه الريسيفر او الترانسميتر. يقول لك والله مثلا انت مفروض تميت مثلا يعني ناقص 20 دي بي لحد فريكونسي معينه. طب بعد كده ممكن الريفليكشن كوفيشنت يديجريد مع الفريكونسي بسلوب معين هو حاططه لك في ايه؟ في الستاندرد. فهي بارت اوف الديزاين بتاع الريسيفر والترانسميتر ان انت تميت الريكويرمنت بتاعت الايه؟ الريتيرن لوس للسبب بتاع الايه؟ الريفليكشن ده. وطبعا انتوا عارفين تحسبوا الايه؟ الريفليكشن كوفيشنت ازاي من الامبيدنسز يعني. مثال بس بسيط على الكلام ده، يعني بتهيألي انتوا اكيد سمعتوا عن الحاجات دي قبل كده، بس خلينا نجيف ا كويك اكزامبل يعني على الكلام ده. لو بصينا على الاكستريمز، يعني لو انت عندك ترانسميشن لاين زد نوت، نفترض انها 50 اوم، خلاص عشان نشوف بس الثلاثه اكستريمز. لو انت حطيت له ماتش لود زد نوت، او لو انت حطيت له اوبن سيركت ناحيه الريسيفر، او ايه شورت سيركت. خلاص الفكره بس ان انت تحسب الجاما اللي هي الريفلكشن كوفيشنت اللي هي بتريبريزنت ايه عند الريسيفر، هتريبريزنت الريفلكتد فولتج على مين؟ على الانسيدنت فولتج. ده الديفينيشن بتاع الايه؟ الريفليكشن كوفيشنت او الجاما بتاعتي. خلاص الفي ريفلكتد على الفي انسيدنت. طيب فواضح طبعا من المعادله دي ان على حسب قيمه الزد ار اكس هعوض، اعرف احسب مين؟ الجاما. فلو انا 50 اوم هعوض الجاما بقت بكام؟ بصفر. لو انا اوبن سيركت هعوض عن الزد ار اكس بانفينيت، هيبقى الريفليكشن بكام؟ هيبقى الريفلكشن كوفيشن بواحد. لو انا شورت سيركت زد ار اكس بصفر، هيبقى الريفلكشن كوفيشن بايه؟ ناقص واحد. طيب ده هيفرق بقى معاك في ايه؟ ممكن ارجع اعوض في المعادله دي واحسب الفي عند الايه؟ الفولتج عند الديستنيشن. الديستنيشن هي مقصود بيها عند اللود يعني. خلاص ليه؟ لان الفولتج عند اللود هيبقى دايما مجموع الاثنين، مجموع الانسيدنت زائد مين؟ زائد الريفلكتد. خلاص فعشان نحس بس ان الريفلكشن ده ممكن يعمل ايه، تعال نعوض في الثلاثه كيسز. لو انت ماتشت يبقى الجاما بكام؟ بصفر. يبقى الفي ديستنيشن هي مين على طول؟ هي الفي انسيدنت، ما عنديش ريفلكتد.
طب لو الجاما بوزيتيف 1 اوبن سيركت يبقى الفي ديستنيشن بقت بكام؟ بقت بتوايس، يعني انت منزل فولتج الريفلكتد قده، فالفولتج التوتال اللي على اللود بقى ايه؟ الضعف، بقى ضرب فاكتور اوف 2. تمام؟ طب لو انت شورت سيركت طبعا ده بلس 1 ماينس 1 يبقى هو بصفر، وده منطقي لان هو ايه اصلا؟ لان هو شورت سيركت. تمام؟ طيب تعال نشوف بس حاجه بسيطه كده الناس بتستعملها يعني مشهوره في الاناليسيس بتاع السيركت دي. لو انا قلت لك اسرتن سيناريو، قلت لك السورس امبيدنس مثلا يعني اي رقم، قلنا مثلا ايه 5 اضعاف زد نود، هفترض ان في ميس ماتش عشان نشوف ده هياثر ازاي على السيتلينج بيهيفير بتاع السيجنال اللي خارجه من الترانسميتر. خلاص، وافترض ان الزد نوت خلاص هي ال 50 اوم، والزد لود طبعا زي ما اتفقنا في السلايد اللي فاتت ممكن تبقى ايه ماتشد، ممكن تبقى الاكستريم انفينيت او الاكستريم شورت. خلاص، تعال نعملها لحاجه ايه مش ماتش دلوقتي، يعني انت ممكن نفس الكلام ده نعمله للثلاثه كيسز ونقارن بينهم، بس خلونا نعملها ان الزد لود، انا كاتبها فين مش مكتوبه، ماشي، ان الزد لود انفينيت. تمام، لو الزد لود انفينيت زي ما اتفقنا يبقى الريفلكشن كوفيشنت بكام عند الريسيفر؟ ب1، يبقى الفي انسيدنت هتساوي ايه؟ الفي ريفلكتد. خلاص، طيب فلما اجي ابلاي ستيب، خلاص ليتس سي الترانسميتر بتاعي بي ابلاي ستيب من 0 ل 5، الفولتج عند السورس انا عايز ارسمه فيرسس تايم. خلاص، فاول ما الستيب دي تطلع من 0 ل 5 هيبقى عندي بوتنشال ديفايدر ما بين الفي سورس اللي هي بخمسة زد نوت، وما بين الامبيدنس بتاعت مين؟ الترانسميشن لاين اللي هي الزد نوت. خلاص، فهتعمل البوتنشال ديفايدر ده اللي هو زد نوت على ايه؟ خمسة زد نوت زائد زد نوت، هتلاقي الفي انبوت الخمسة فولت دي اللي دخل منها الترانسميشن لاين او اللي جت اكسايتد في الترانسميشن لاين جزء صغير قوي من الايه؟ الستيب الخمسة فولت. تمام؟ طيب انا فارض طبعا الترانسميشن لاين ده لوسلس، فهيوصل لكام عند الريسيفر؟ هيوصل زي ما هو ال 0.83. فلو بصيت على اول ستيب خلاص الفي سورس طلعت لايه؟ اللي هي منقطه 0.83، مش كده؟ طيب بعد تايم اوف فلايت بتاعك اللي هو طول الترانسميشن لاين على الفولتج على سوري على الفيلوسيتي بتاعت الويف بتاعتك، حصل ايه للسيجنال اللي عند اللود؟ المفروض توصل 0.83. طيب بس ليه وصلت اعلى؟ ها، لان وصلت هناك لقيت الريفلكشن كوفيشن بكام؟ بواحد، فرجعت كلها، فبقت الفي انسيدنت 0.83 والفي ريفلكتد كام؟ ها 0.83 هي كمان، فيبقى الاكتوال فاليو اللي هي السوليد لاين اللي عند الديستنيشن طلعت لكام؟ ضعف الرقم ده اللي هو كام؟ 1.96. فهتلاقي الكيرف الاسود ده بعد اول دلتا تي وصل لكام؟ ل 1.96. طيب هيرجع منه قد ايه؟ ها، هيرجع منه الفي ريفلكتد اللي هي 0.83، صح؟ هتوصل، هي لوسلس، فهتوصل لمين؟ للترانسميتر تاني، فيبقى الفولتج اللي عند الترانسميتر هيرجع يتغير بعد قد ايه؟ بعد قد ايه من الوقت ده؟ بعد ضعف الوقت ده. طب قيمته هتبقى بكام؟ ال 0.83 الاصليه زائد ال 0.83 ليه اللي وصلت له، بس كده ولا في جزء تاني هيرفلكت منه عشان هو ميس ماتشد؟ ها، في جزء تاني هيرفلكت لان في ريفلكشن كوفيشن جديد عند مين؟ عند السورس. قيمته كام بقى؟ ها، 5 زد نوت ماينس زد نوت على ايه؟ 5 زد نوت زد، فالريفلكشن كوفيشن الجديد ب 2 على 3. طب بعد ما عرفت الريفلكشن كوفيشن ده يبقى التوتال فولتج اللي هيظهر عند الترانسميتر هيبقى ال 0.83 الاصليه زائد ال 0.83 اللي رجعت بس مضروبه في واحد زائد ايه؟ زائد الريفلكشن كوفيشن. يبقى الاقي التوتال فولتج اللي ظهر لي بعد 2 ال اوفر في اللي هو التايم اوف فلايت ده طلع لحد كام؟ لو قعدت في المعادله دي هيبقى كام؟ 2.2. وهكذا بقى تفضل تكمل وراها، هتلاقي ايه؟ انها عماله تستل. طبعا يعني هي دي بس طريقه مبسطه، هي مش مبسطه قوي يعني، بس هوريكم في السلايد اللي جايه طريقه ظريفه الناس بتستعملها، حاجه اسمها اللاتس دايجرام. تمام، بس هي دي الطريقه الكونسبتشوال اللي انت لما تسيميليت هتلاقي فعلا ايه الويف قاعده تستل كده. طب ليه عملناها بخمسه زد نوت وباوبن
عشان يبان لك التاثير الايه الريفلكشنز. انا لو كنت عملتها طبعا ب 50 اوم هنا وهنا ما كانش يشوف حاجه يعني، وهتشوفوها في الايه في السلايد اللي جايه. طيب الطريقه بقى السهله يعني عملناها، قعدنا نمشي وراها واحده واحده كده، فطبعا صعبه مش سهله انت تتراكت. فالطريقه الستاندرد اللي الناس بتعملها بيسموها اللاتس دايجرام. تمام، ايه اللاتس دايجرام ده؟ بيفترض ان الخط الاولاني ده هو السورس، الخط الثاني ده هو مين؟ هو الديستنيشن. طيب فهو بدا يكسايت السورس بكام؟ ها اللي هي البوينت اي 3 اللي كنا حسبناها مع بعض اللي هي 5 فولت في البوتنشال ديفايدر الاولاني. طب بعد كده مشي على الترانسميشن لاين فوصل للديستنيشن كام في الاتجاه ده؟ 0.83 اللي هي مكتوبه على السهم من فوق. طب الريفلكشن كوفيشن هناك كام؟ 0.83. يبقى يرجع كام؟ 0.83 ثانيه. طب ايه السهوله بقى في اللاتس دايجرام ده؟ هو بيقول لك لو انت عايز تحسب الباور عند الديستنيشن عند اي زمن تعمل ايه؟ تجمع الاروز دي، اجمع ده على ده، هيبقى التوتال هنا كام؟ 0.83 الانسيدنت و 0.83 ريفلكتد، فيبقى مجموع الاثنين دول، خليني ازود معلش ال فيبقى مجموع الاثنين دول هو مين على طول؟ هو الفولتج اللي عند الديستنيشن اللي هو ال 1.66. طيب بعد كده الفولت ده رجع ال 0.83، انت عارف الريفلكشن كوفيشنت هناك ولا لا؟ يبقى هيرجع منه ايه؟ 0.83 مضروبه في تلتين اللي هي الريفلكشن كوفيشنت هناك 2 على 3، فيرجع منه كام؟ 0.55. طب عند الزمن ده، ما خلي بالك ان الواي اكسس ده هو الزمن، عشان كده هو اللاتس دايجرام مفروض لتحت يعني، لانه بيروح كده بعدين يرجع بعدها بدلتا تي، بعدين يروح بعدها بدلتا تي يرجع بعدها بدلتا تي وهكذا. طب عند الزمن ده التوتال فولتج هنا يبقى بكام؟ ها يبقى بالفولت الاصلي اللي هو ده زائد الانسيدنت زائد ايه؟ الريفلكتد. يبقى 0.83 زائد ال 0.83 دي زائد مين؟ ال 0.55، يبقى اللي هو مين؟ لو تكتبه هنا يبقى ده توتال دلوقتي 2.2 عند الزمن ده. طيب مين اللي هيرجع؟ ال 2.2 ولا اللي هيرجع هو الانسيدنت ده؟ اللي هيرجع هو ال 0.8 لما اتضرب في التلتين اللي هو 0.55. طب 0.5 ده يكمل لحد ما يوصل لفين؟ هنا هيتضرب في كام؟ في 1، يرجع كام؟ 0.55. طب يبقى التوتال فولتج هنا هو مين؟ هو الفولت اللي كان عند اللحظه اللي قبلها زائد مين؟ زائد الانسيدنت زائد الريفلكتد. تمام، فيبقى ايه؟ 1.66 زائد 0.55 زائد ايه؟ 0.55. يبقى جبت الفولتج عند اللحظه دي. طب بعد كده رجع 0.55 يتضرب في التلتين يرجع لك هنا 0.37. يبقى التوتال هنا هو مين؟ هو الفولت اللي قبله عند اللحظه اللي قبلها زائد الايه؟ انسيدنت زائد الريفلكتد اللي هو ده. فكده كانك تعرف ترسم بقى الايه؟ الستير كيس دايجرام اللي كان موجود في الايه؟ في السلايد اللي فاتت دي بالظبط فيرسس تايم. فعشان كده اللاتس دايجرام ده بيبقى مفيد قوي انك تعرف تانلايز السيجنال انتجريتي لو انت عارف السورس امبيدنس والايه؟ واللود امبيدنس والريفلكشنز عامله ازاي. لو جيت بقى تبص على الاكستريمز يعني احنا نعتبر اول سيناريو عملناه هو ده اللي هو ايه؟ اللي هو السورس امبيدنس 5 زد نوت. تمام؟ طيب تعالى بقى جربوا انتوا تعملوا الاكستريم بقى الثاني اللي هو السورس امبيدنس زد نوت على 5. خلاص؟ يعني هيشوف لو امبيدنس عند مين؟ عند الترانسميتر. هتلاقي ان البوتنشال ديفايدر الاولاني كان كبير جدا. ليه؟ لانك بتقسم ال 5 فولت ستيب ما بين زد نوت وزد نوت على 5، فمعظم الفولت هيخش فين؟ معظم الفولت هيخش جوه الايه؟ الشانل عند اول ستيب. طب هيروح هناك هيدبل، صح ولا لا؟ فهيحصل ايه؟ هيحصل اوفر شوت جامده جدا عند الايه؟ عند الريسيفر. تمام؟ وتمشي وراها هترجع تلاقي ايه؟ راح عند الريسيفر قلب البولاريتي عشان الريفلكشن كوفيشن هيبقى نيجاتيف عند الترانسميتر، فهيقلب البولاريتي فيرجع يقل وهكذا. فالمره دي بدل اللي فوق شايفين اللي فوق كان شكله ايه؟ اوفر دامب سيستم، صح؟ اللي تحت شكله ايه؟ زي الاندر دامب سيستم. خلاص؟ فبغض النظر ده ولا ده السيتلنج بيهيفير بتاعهم ماله؟ وحش جدا. احسن واحد هو مين؟ اول في النص اللي هو مين؟ اللي هو الزد نوت الار اس بتساوي ايه؟ 5 زد نوت. لو جيت تبص عليها هتلاقي عند اول ستيب خدت نص الفولت،
نص الفولت عند مين؟ عند الشانل. هيروح يلاقي ايه؟ اوبن. هيرجع ايه؟ يتضاعف، هيسيتل على طول، مش هيرفلكت تاني خلاص، لانه رجع للسورس لقى ماتش لود، فمفيش اي حاجه هترجع تاني. فواضح طبعا ان ايه؟ ان ده هيبقى مفيهوش رينجنج. فلو انت حتى بتبص لها من ناحيه الستيب ريسبونس، مش هيبقى فيه اي ايه؟ بوست كيرسرز هتجيلك بعد كده، لكن واضح طبعا ان ده هيعمل لك ايه؟ اوفر شوتس، اللي هي هتجيب لك الشكل اللي احنا كنا بنتكلم عليه هنا، صح؟ او الشكل اللي فوق هيجيب لك ايه؟ تيل طويل، لان هو ايه؟ اندر دامت، اوفر دامت، انا اسف. ليه عملنا لللوس ولا للفيش شيفت تقصد؟ سؤال كويس. ليه عملنا نيجلكتنج للفيز بتاع لا بس لا لا ما عملناش نيجلكتنج ولا حاجه. ليه؟ اصل بص انت مش بتتعامل مع ساين ويفز دلوقتي، صح؟ احنا بنتعامل مع ستيب ريسبونس، صح؟ فانت بتشوف التغيير اللي حصل في الانبوت بتاع الشانل، الترجمه بتاعت الفيز هي التايم اوف فلايت. فانت دلوقتي ايه؟ الستيب جت، طب الستيب دي بتبروباجيت، صح؟ قعدت تبروباجيت فوصلت بعد دلتا تي، تمام؟ فدي اللي هي لو انت بتتكلم على ساين ويف، دي اللي هي الايكوفالنت للفيز شيفت، بس احنا هنا بنبص لها فروم ا تايم دومين برسبكتيف. فاهم قصدي؟ مظبوط. ما انا عشان كده قلت لك في دي لو جيت تحسب الريفلكشن كوفيشنت تلاقيه نيجاتيف. معناها ايه؟ معناها الفولت اللي نزل على الترانسميتر بوزيتيف، اللي رجع منه نيجاتيف. معناها ايه نيجاتيف؟ ان هو قل، بس الفيز شيفت صفر، لان انا مش فارض ان اللي هيخش الترانسميتر هيرجع لي بعد زمن، يعني فاهم قصدي؟ الحاجه الوحيده اللي فيها فيز او تايم ديلي هي الشانل بس هنا. فاهم قصدي؟ ما انا بقول لك ما فيش حاجه في الترانسميشن لاين هنا هيبقى اسمها 180. ليه؟ لان 180 دي انت بتفكر ان انت بتبص على ساين ويف، فبتقول الساين ويف ال 180 دي معناها حصل انها خدت سايكل كامله مثلا، صح؟ طب في الاخر انا هنا ببص تايم دومين للديجيتال سيجنال، فمش هبص عليها بالفيز، هبص عليها بالتايم. فلو انت بتبص عليها بالفيز، شوف الفريكونسي بقى اللي انت بتتكلم عليها، ال 180 هتاخد وقت قد ايه فور ذس فريكونسي، واحسب التايم ديلي. فاهم قصدي؟ فهي يعني ده اللي اقصده، بس انت ما بلاش تفكر فيها بالفيز، فكر فيها بالديلي. ماشي؟ بالظبط كده. ما بص ده بالظبط اللي حصل هنا، ان ده هتلاقي الريفلكشن كوفيشن اشارته نيجاتيف، فهو طرح فعلا. فاهم قصدي؟ لا طبعا طبعا انا بتكلم ان هي احسن في الثلاثه دول، بس الافضل بقى ان انا ما اعملش اللود اوبن. طبعا انا ما بقولش ان اللود اوبن ده احسن، انت فاهم قصدي؟ لكن انا بتكلم من ناحيه السيتلنج بيهيفير، جيفن ان اللود اوبن خلاص دي احسن واحده منهم، لان دي الفاست سيتلنج. بس طبعا الافضل لا، ده كل حاجه تبقى ماتشد. فاهم قصدي؟ حتى السورس. ليه؟ عشان لو في ميس ماتش صغير حصل في الفيا الاولى مثلا، لا تسي ميس ماتش صغير حصل، او ما يرجع الترانسميتر خلاص يموت على طول، ما يرجعليش تاني بقى. فاهم قصدي؟ لان لو هو شاف ميس ماتش في الترانسميتر هيقوم راجع تاني، فيقعد يظهر لك ايه؟ ريفلكشنز في البلس ريسبونس. مظبوط. بس ده دايما الهاي سبيد سيريال لينكس، انت بتقبل انك تخسر ده مقابل انك تخلص من موضوع ريفلكشنز ده. تمام؟ في اللو سبيد ممكن اماتش ناحيه واحده واماتش ناحيه الثانيه، عشان ما اخسرش في الايه؟ في السوينج زي ما انت بتقول. تمام؟ بس يا دكتور مش بس جيفن، يعني
موضوع الترانسميشن لاين ده لو هو الجيت السيناريو اللي حضرتك حطيته ده الاحسن من النص، يعني لو مفيش الكيس دي، يعني الكيس دي مش هتحصل فيه، لان في اصلا اللي هو الديفايس بتاعك ازاي هتعمله على البي سي بي، فهو هيحتاج بيه ولينك بيه. مظبوط. لو مفيش حاجه تمنع ان انت فعلا تخلي البتاع ده تاني اوبن، ده بالعكس انت خدت جيم كده. طبعا. بس هو كل الكلام فعلا ممكن يحصل لك انه في ديسكونتينيوتي بتاعك. بالظبط يعني الفكره ان انت ايه، يعني لو رجعنا للسيناريو ده هنبص على الرسمه تاني. لو رجعنا للسيناريو ده، هو ده الاوبن صح، ده الار لود بتساوي اوبن. الفكره برضو في، يعني انت هنا الفولتج طلع للنص خلاص، وبعد كده طلع للفاينل فاليو لما دي رجعت، مش كده؟ ممكن نجرب نرسمه في الحاله الثانيه. لو زد نوت زد نوت هتوصل بقى ل 50، يعني هتطلع عند اللي هي طبعا لحد 5 فيها يعني ممكن بس انا متخيل لو مشينا بنفس الطريقه دي فبرضه في اول واحده السورس هيوصل للنص، مش كده؟ خلاص وهيفضل مكمل على طول، فانت خسرت نص الجين، ما ده اللي انت بتتكلم عليه. صح لو ماتش فانت خسرت نص الجين، بس هو احسن بيرفورمانس. ليه بقى؟ انت هنا خدت 2 تايم اوف فلايتس عشان تسيتل صح، او 1 عشان تسيتل هنا يعني. بس شايف الحته دي كان لسه الترانسميتر عليه ايه، كان لسه مش الترانسميتر الدوتد اللي هو مين الدوتد الترانسميتر كان لسه مش سيتلد هنا. لكن لو انت ماتش انت من اول واحده وصلت خلاص على طول. عشان لو في شويه ميس ماتش في حاجه هيرجع لك تاني، فاهم قصدي؟ ممكن ناخد بقى بريك نصلي نرجع تاني.